الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشتركة بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شرم الشيخ. موسكو تعلن التوصل إلى هدنة في أزوفستان لإجلاء الجرحى الأوكرانيين. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية ظهرا في غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتجارة، واستعرض الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية التي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، في مقدمتها الدول العربية والأوروبية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتماشيا مع إعلان الرئيس السيسي مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شرم الشيخ. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير بأعلى مستوى من الجودة، وأن يتم متابعة تنفيذ صيانة المشروعات الخاصة بالطرق بشكل دوري للحفاظ عليها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء مسابقة 30,000 معلم نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023. وقال المركز الإعلامي إن وزارة التربية والتعليم أكدت أن المسابقة قائمة كما هي دون إلغاء، وأنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه جار العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة وتعمل على عدة محاور في مجال التصنيع الإلكتروني في مصر. في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. لذا طلب مجلس الشيوخ في جلسته العامة باستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في خطة الوزارة إن شاء الله إنشاء 14 مركزا جديدا. هذه المراكز هي المكان الذي يتقدم إليه الشباب لكي يبدأ معنا رحلة ريادة الأعمال منذ العصر الفكري وصولا إلى محافل التشبيك وجذب الاستثمارات. المراكز مقامة داخل الأحرم الجامعية لكي يسهل على الشباب ارتيادها، سواء الطلبة في المراحل النهائية من التعليم أو الشباب الخريجين. النواب أكدوا على أنه من الضروري إعادة صياغة استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والتي تم إصدارها منذ 10 سنوات. انتهينا بفضل الله من إنشاء
8 مراكز جديدة في المحافظات المعروضة أمام حضراتكم. ربما يعني أكثر ما يسترع النظر أن نصيب الأسد فيها لمحافظات الصعيد في أسوان وقنا وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى مركز أسيوط الذي سبق إنشائه منذ بضعة أعوام. أيضا أنشأنا مركز في الإسماعيلية لتغطية محافظات القنال، مركزا في القاهرة هم الدقهلية والمنوفية لتغطية الوجه البحري. هذا وقد أكد الجميع على أهمية أن تتواكب هذه المنظومة مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. مناقشات لقضايا وملفات هامة تمس الشعب المصري بفئاته المختلفة يحرص مجلس الشيوخ على تناولها لمواجهة تحدياتها وتعزيز تطورها ورسم سياسات تتماشى مع آمال وطموحات المواطن في ظل جمهورية جديدة قد تتلمس الدولة أعتابها قريبا. من مقر مجلس الشيوخ، عمرو عبد العزيز، النيل. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إعمار مصر للتنمية بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجا وتعظيم قدراتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وفي إطار هذا البروتوكول تقوم شركة إعمار مصر بدعم مؤسسة حياة كريمة بميزانية قيمتها 1 مليار جنيه يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة الخاصة بتطوير ورفع كافة القطاعات. يبدأ اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية الإسبانية عبر الإعلام الرقمي الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية. ويعد المنتدى فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والإسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية 19 لطلبة جامعة بني سويف بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتوعية بتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة. يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المخدرات وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القوي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 208 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدسا و528 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و85 خزينة، إضافة ل1140 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428,096 حكما قضائيا، من بينهم 1637 حكم جناية، 151,786 حكم حبس، 213,147 حكم غرامة، و61,526 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً، قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1004 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 82.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 263.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين تقارب 21.5 كيلوغرام، وعدد 26,158 قرص مؤثر، و91,395 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. نظمت إحدى الجامعات الأهلية التكنولوجية المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة ومنتدى توظيف خريج الجامعات التكنولوجية. النهوض بالصناعة الوطنية هدف انطلقت من أجله فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الكيانات الصناعية الوطنية. هذه الجامعات ما يتم تدريسه فيها هو الحمل التدريبي العملي، يمثل أكثر من 60% من المقررات ومن المناهج اللي بياخدها الطالب أثناء عملية تعليمه. ده معناه إيه؟ أنه ما بيطلعش طالب نظري بالمعنى المفهوم اللي موجود في التعليم التقليدي. الطالب هنا بيتعلم وأثناء عملية التعليم بتاعه بشراكة من الصناعة. إعلام الناس بالتعليم التكنولوجي، لأن مش كتير من الناس يعرفوا يعني إيه تعليم التكنولوجي، جميع التكنولوجي. فده كان الهدف الأولين. الهدف الثاني وبرضه تحقق الحمد لله، وإحنا يعني جبنا هو مزاوجة أو ازدواج التعليم الجامعي أو الناحية الأكاديمية مع الصناعة. فكان حاضر كثير من أساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات، وكذلك حضر كثير من رجال الأعمال. استعرض المشاركون عددا من النماذج الوطنية للنهوض بالصناعة التكنولوجية وأهمية الجامعات التكنولوجية لإتاحة فرص العمل لهم دعما لهذا القطاع التعليمي الهام. بنحاول طبعا نتابع ايه البرامج الجديده اللي بتنزل سواء في الجامعات التكنولوجيه او الجامعات الاهليه الجديده، بنحاول نجيب البرودكتس اللي تتوائم مع المناهج اللي بتنزل، بنعمل سبورت للجامعات سواء كان جامعات تكنولوجيه او جامعات اهليه او تعليم فني،
من خلال الاعداد للمناهج، هما بيعدوا مناهج، احنا بنعملهم سبورتنج بالكونتنت، الكونتنت الموجوده الاب تو ديت تكنولوجي، بحيث انهم يقدروا يستعينوا بيها في وضع الخطه الدراسيه او الخطط المناهج الجديده اللي بتنزل. الثلاث جامعات الجداد احنا بنقدم كميه خدمات كتير جدا، زي التدريب الصيفي للطلبه، زي المشاركه معاهم، بنخش سبونسرز في مشاريع التخرج، زي ان احنا مثلا بنخش معاهم في شراكات صناعيه وشراكات بحثيه، زي ان احنا بندعم لهم التجهيزات التدريبيه اللي بيشتغلوا عليها. كل بص تقريبا في شراكه يعني متكامله ما بيننا وبين الثلاث جامعات، وده مهم جدا 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 دعم التجربه دي في البدايه. وتعد الجامعات التكنولوجية النواة الأولى لضخ دماء جديدة من الخريجين المتميزين في المجالات التكنولوجية والصناعية لدعم قطاع الصناعة المحلية. على منتصر النيل. أعلن التيار الوطني الحر فوزه بما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات النيابية اللبنانية، في حين أعلن حزب القوات اللبنانية حصوله على ما لا يقل عن 20 مقعدا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذا العدد من مقاعد البرلمان مع توالي إعلان النتائج. فوز مهم للقوات اللبنانية يحققه الحزب المعادي لسياسات حزب الله في الانتخابات البرلمانية وفقا للنتائج الأولية. الحزب الذي يتزعمه سمير جعجع أعلن حصوله على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر، وأنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن له أن يشكل أكبر كتلة برلمانية في المجلس المؤلف من 128 مقعدا. في المقابل أعلن التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله أنه حصل على ما بين 15 و16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية. وبإعلان الحزب المسيحي الذي يتزعمه جبران باسيل هذه النتيجة، فإنه يقر بخسارته عدة مقاعد في البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة. ويشكل التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشيل عون أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي في لبنان في عام 2019. ويضم البرلمان اللبناني 128 نائبة، والغالبية في المجلس المنتهي ولايته هي لحزب الله وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر. مشاهدينا الكرام، نتحول إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية. التشكيك اللي هي رافقت واللي هي تلت الانتخابات واللي هي عم تترافق مع فرز النتائج، اتأكدوا انه ما بتأثر على عملنا ولا على عمل الفريق يلي عم يشتغل بإصدار النتائج، ولا أكيد على عمل القضاة يلي أنا بقلكن أنه بهيدي اللحظات أكترهم بعدهم موجودين واصلين الليل بالنهار وعم يتعبوا وعم يشتغلوا بدون كلل لحتى يقوموا بواجبهم الوطني يلي ندعوا لإله تيساهموا بخلاص البلد، تيساهموا بإصدار النتائج يلي هي أنتم بتعرفوا أن هي عمل مضني ومعقد، خصوصا أنه نتائج نسب الاقتراع هي جيدة منا أبدا منخفضة. يعني إذا ما جمعت نسب الاقتراع بالاغتراب ثم مع الموظفين الاقتراع يلي تحققت امبارح بتكون النسب مش قليلة، وهي تقريبا مثل أو أقل شوي من النسب يلي تحققت بالانتخابات السابقة. كمان بستغل هالفرصة تأشكر الإداريين، المديريتين العامتين وكل الإكيب تبعونهم وإكيب الداخلية، وكمان القوى الأمنية والعسكرية يلي كانت اشتغلت مع كل الإكيب الإداري لإنجاح هذه الانتخابات. وأنا بدي أعطي هون الكريدت لكل واحد من الأشخاص، يمكن يلي بلغ عددهم 100,000 يلي كان لهم مساهمة بهذه الانتخابات، سواء بالتحضير لها
أو بإعدادها أو بتنفيذها أو بحفظ الأمن أو بحفظ النظام. ما حدا منهم بنسي، كلهم عطيوا البلد، كلهم ساهموا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم المعاناة، وانتم بتعرفوا معاناة العسكريين قد أنا حكيت عنها بعدة مجالات، كلهم كانوا جاهزين وعطيوا من قلبهم وبدون سؤال وبدون تردد، وحتى أكثر من المتوقع حتى يلبوا يلي متوقعوا منهم كل شعبهم. نحن بالنسبة للنتائج يلي انتو كلكم ناطرينها، انا كان ممكن ان هي نعطيكم اياها بس تتجمع، يعني يمكن تكون بعد مأخرة، بس انا حرصا على مبدأ الشفافية ويلي وعدته لكل المواطنين انه نحن بنعطي النتائج تباعا. نحن بالسيستام يلي عنا بيظهر النتائج ألم بألم، بيظهر النتائج تباعا كل ما بتدخل للجان الأيد، كل ما عنا أرقام، كل ما بيستلموها عنا أرقام. شو بيعملوا لجان القيد الابتدائية اللي بيرأسوها أوضاع، كمان عنا أرقام. بس تطلع النتيجة من اللجنة الابتدائية كمان عنا أرقام بتكون واضحة على الشاشة أنا قدامنا هون، وبس تستلمون اللجنة العليا كمان، وبس تتوسقون اللجنة العليا وتبعت لنا النتيجة النهائية كمان بيكون عندنا الأرقام على جراف وعلى أرقام واضحة. وهلا بتشوفوا كيف صارت. هلا النتائج يلي طلعت، هلا رح أقول لكم على 4 دوائر صارت موثقة نهائيا من قبل لجان القيد العليا وتوقعت وأصبحت موجودة بوزارة الداخلية، يلي نحن حنبلغها بعد إعلانا وفق القانون لرئيس المجلس الدستوري ولرئيس مجلس النواب. باقي الدوائر عم ينشغل عليها، وبعدهم القضاة مستمرين في هذه اللحظات، وكانوا مستمرين طوال الليل ورح يبقوا مستمرين لإعلان النتائج. كبار القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى يلي عم يتواصل معي باستمرار موجود شاركني بحث القضاة وبالوقوف جنبهم وبتهنئتهم على العمل. نتيجة نهائية بدائرة الجنوب الثانية صور وكرة صيدا بلغت النسبة 48.8%، الحاصل الانتخابي 23,297.571، عدد اللوائح 4. اللائحة اللي حصلت على الحاصل الانتخابي على الأصوات 1 ومقاعدها 7. نبيه مصطفى بري، حسن محمد علي عز الدين، حسين سعيد جشي، علي يوسف خريز، عناية محمد عز الدين، علي عادل عسيران، وميشيل حنا موسى. النتيجة النهائية بدائرة الجنوب الأولى صيدا جزين النسبة 46.6%، الحاصل 12,258. توزعت النتيجة على لائحتين ننتخب للتغيير 3 مقاعد، وحدتنا في صيدا وجزين 2 مقعدين، والفائزين غادة خليل أيوب، عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري، أسامة معروف سعد المصري، سعيد سليمان الأسمر، وشربل مارون مسعد. النتيجة النهائية بدائرة جبل لبنان الأولى وكسروان نسبة الاقتراع 63.4%، أكيد نسبة جيدة. لوائح الفائزين من 4 لوائح، 2 مقعدين للائحة معكم فينا للآخر، 1 مقعد للائحة قلب لبنان المستقل، 2 مقعدين للائحة صرخة وطن، و3 مقاعد للائحة كنا ورح نبقى. الفائزين زياد حليم الحواط، رائد عكيف برو،
ندى نهاد نعمي جورج فريم شوقي جرجي الدكاش فريد هيكل الخازن سيمو فريد أبي رميا سليم بطرس الصايغ. النتيجة النهائية بدائرة البقاع الأولى زحلة نسبة 49.5%، الحاصل الانتخابي 13241.  اللوائح الفايزة 3 مقاعد واحد لليحة سياديون مستقلون، 3 مقاعد لليحة زحل السيادة، و3 مقاعد لليحة زحل الرسالة. الفائزون رامي أنيس أبو حمدان، جورج إليع أيس، ميشيل جورج ظاهر، لياس أندري إصطفين، سليم جورج عون، بلال وكورك المعروف جورج أمازاب بوشيكيون. كمان عندنا دائرة خامسة هلا اجت نتيجتها. النتيجة النهائية بدائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل، الحاصل 19113.9، اللوائح الفايزة 9 مقاعد للائحة الأمل والوفاء ومقعد للائحة بناء الدولة. الفائزين حسين علي الحاج حسن، غازي محمد زعيتر، إيهاب عروة حميدي، علي محمد سلمان بشير المقداد، علي الموسوي، أنطوان البدوي حبشي، جميل محمد أمين أمين السيد، سامر أسعد التوم، ينال محمد صلح، ملحم محمد الحجيري. هودي الدوائر الخمسة الكبرى من الدوائر يلي أصبحت نتيجتها نهائية ومرقت على القضاة بلجان القيد العليا ووثقوها بعد أن كانت تأكدت من لجان القيد الابتدائية بحضور المندوبين وفقا للأصول وفق ما يعمل عليه القضاة تطبيقا للقانون، وأنا لا أتدخل في ذلك. تعلن النتائج ولا تصدرها. يلي بيعمل النتائج وبدقق بالمحاضر وبدقق بالأصوات وبدقق بالاعتراضات وبيبت بالاعتراضات هن لجان القيد الابتدائية ثم لجان القيد العليا، وهن برئاسة قضاة. دور وزارة الداخلية بالانتخابات هو بالتحضير الكامل لها، بمتابعتها، بإجراءها، بإيصال المحاضر من أقلام الاقتراع إلى لجان القيد، ويتوقف دور وزارة الداخلية عند بالنسبة للنتائج عند تسلم المحاضر من قبل لجان القيد، ثم وزارة الداخلية تعلن النتائج مثل ما عم تشوفوا. أنا بحب طمنكم أنه نسبة لعدد المقترعين وعلى مساحة لبنان والظروف كانت الانتخابات ناجحة وهي تشكل إنجاز، والشوائب التي اعترت هذه الانتخابات هي قليلة جدا جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية ونسبة لعدد أقلام الاقتراع، وهو تقريبا 6900 ألم. فإذا كان حصل إشكال أو إشكال بقلم معين، وإذا كانت الإشكالات التي حصلت على مساحة لبنان وعلى مستوى الدوائر 6900 هي قليلة جدا كمان مش مزبوطة. هلأ عم نقرأ بالإعلام أخبار كمان مش مزبوطة. الكهرباء قدرنا أبنيها بطريقة ممتازة طيلة فترة الفرز. الكهرباء بالنسبة لمراكز لجان القيد هي مؤمنة منذ أكثر من أسبوع على مدى 24 ساعة، ما عندنا مشاكل، ما صار مشاكل أمنية، والقوى الأمنية كانت على استعداد وجهوزية وكان أداؤها مميزا. هلأ عم نسمع من شوي وأكيد سمعتوا ويمكن بدكم تسألوني عن صناديق مفقودة وردت من الاختراب، ونحكى عن صندوق بدائرة بيروت الأولى هو الصندوق 18. هيدا الشيء مش مزبوط. صندوق 18 موجود، الصندوق رقم 18
بألمانيا وصل، ومثل ما وصلت كل السنيدي على المطار وجرت مواكبته بواسطة القوى الأمنية ومندوبين عن وزارة الداخلية إلى مصرف لبنان، ثم جرى نقله إلى قصر عدل بيروت إلى لجان القيد العليا التي عملت على توزيع المحاضر الموجودة فيه على كافة لجان القيد الابتدائية وتسليمها إلى اللجان، يعني إلى القضاة بمؤازرة قوى الأمن وعلى مسؤولية الضابط، وقع على الاستلام ووقع على التسليم. الصندوق 18 بألمانيا كان بالأساس وبحسب تقسيم أقلام الاقتراع بضم عدد كبير من الدوائر الانتخابية، يعني أنا هون مبين عندي 14 ويمكن أكثر، لأنه الورقة اللي بعدها مش معي. بهيدي الورقة اللي قدامي في 14 دائرة بينتخبوا بالقلم 18 اللي بألمانيا. لما إجا هيدا الصندوق تبين إنه الاقتراع حاصل في كل الدوائر، وإن الاقتراع في الصندوق رقم 18 بألمانيا ما صار بالنسبة لدائرة بيروت الأولى، وصار بالنسبة لبنت جبال، النبطية، بيروت الثانية، الضنية، شوف المتن، بعبد جبال، علي وغيرهم. فبالتالي بالصندوق رقم 18 بألمانيا يلي وصل كان الأصوات موجودة والمغلفات موجودة، إنما في هذا القلم الاقتراع رقم 18 بألمانيا بالذات لم يحصل تصويت في دائرة بيروت الأولى. من هيك القلم رقم 18 بألمانيا ما بتشوفوه بدائرة بيروت الأولى، مش لأنه مفقود، مش لأنه ما وصل، مش لأنه في تلاعب لا سمح الله، إنما لأنه بهيدا القلم بالذات ما صار اقتراع لدائرة بيروت الأولى. مشاهدينا الكرام، تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية اللبنانية معلنا النتائج الخاصة بالانتخابات البرلمانية اللبنانية في 5 دوائر حتى الآن، ولم يعلن النتيجة كلها. وللتعليق على ما تحدث عنه وزير الداخلية اللبناني ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد القزاز، مساعد رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن اللبناني. أستاذ محمد، بعد التحية، على ضوء ما أعلن من نتائج في 5 دوائر انتخابية لبنانية، هل يمكننا القول بأن الخريطة السياسية للبرلمان اللبناني قد تشكلت، أم أننا سنظل في انتظار إعلان النتائج في باقي الدوائر الانتخابية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام. بالتأكيد ما أعلنه وزير الداخلية اللبناني باسم مولوي هو مؤشر للمجلس القادم. رأينا أنه أعلن دائرة الجنوب، دائرة البقاع، وبيروت الثانية. من خلال الأسماء التي أعلنها، هي معظمها أسماء قديمة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، نعمة إكرام النائب الذي استقال بعد حادث المرفأ، زياد حواط وزيرة الطاقة الأسبق، ندى بستاني. معظم هذه الأسماء كانت بالفعل موجودة في البرلمان السابق. وزير الداخلية ألمح إلى نسبة مهمة جدا، أن نسبة تقترب من انتخابات 2018 وهي كانت 48%، ولكن الكل يتحدث عن نسبة 41%، 40% لم تتضح بشكل نهائي. لكن ما أشار إليه الوزير يؤكد أن المجلس القادم التغيير فيه سيكون محدودا بالنسبة لأسماء جديدة، وبالنسبة أيضا للأسماء قوى التغيير والمجتمع المدني، قد يصلوا إلى 5 أو 6 نواب ينضموا إلى المعارضة، سواء من القوات اللبنانية التي اكتسح الأصوات المسيحية وتفوق على التيار الوطني الحر، ينضم إليه حزب الكتائب، ينضم إليه المقاعد السنة مع بعض الدروز. كان لافتا في هذه الانتخابات هو سقوط قطبين كبيرين
الأول هو طلال أرسلان عن الشوف، ونائب رئيس مجلس النواب الحالي إلي فرجالي. هذه مفاجأة كبيرة أن يكون اسمان كبيرين بهذا الشكل يسقطان. مؤكد أن هناك تغييرات، ولكن لأسماء متمرسة في الانتخابات وليس لأسماء جديدة سوى عدد قليل منهم كما ذكرت لك سابقا، سواء من المجتمع المدني أو قوى التغيير. نعم، شكرا لك أستاذ محمد القزاز، مساعد رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توصل إلى هدنة في مجمع أزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول الساحلية لإجلاء الجرحى الأوكرانيين. وقالت الوزارة في بيان لها إن هناك وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي، وتم فتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوزوفسك في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لروسيا. أعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون أن بلادها قررت التقدم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت أندرسون إن محادثات الانضمام إلى حلف الأطلسي لن تستغرق أكثر من عام على حد قولها. يأتي هذا القرار عقب قرار مماثل اتخذته فنلندا، وبذلك تكون الدولتان قد تخلتا عن عقود من عدم الانحياز العسكري للانضمام للناتو. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يشكل تهديدا في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري. وأضاف خلال قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بالكرملين أن دول المنظمة ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قريبا. من جانبه اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اتهم الغرب بمحاولة إطالة أمد الأزمة الأوكرانية لإضعاف روسيا، وقال إنه لم يكن هناك تهديد حقيقي للناتو يجعله يحشد قواته قرب الحدود الروسية. وتعد منظمة الأمن الجماعية تحالفا عسكريا حكوميا دوليا يضم 6 دول سوفيتية سابقة بقيادة روسيا، وتشمل بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان. نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد: العربية للتصنيع تستقبل وفدا إفريقيا إعلاميا لتعزيز التعاون بين مصر وإفريقيا. الآن مشاهدينا نتعرف على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، ونتحول إلى حنان الكولي. إليك حنان. شكرا لك شهاب، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الاقتصادية. وأهم ما فيها: انخفاض عجز الميزان التجاري خلال فبراير الماضي ب 29.4% مع ارتفاع الصادرات بأكثر من 40%. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية يحيى زكي وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء
على المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجيهات الرئاسية، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة على مستوى العالم في الصناعات، لا سيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها لمركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض عجز الميزان التجاري خلال فبراير الماضي ب 29.4 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا 2.7 مليار دولار. وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 41% لتبلغ 4.12 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة الواردات ب 1.2 فقط لتسجل 6.82 مليار دولار. أعلن المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 12.8% في مارس لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار قبل عام. وقد ارتفع إجمالي التحويلات في الشهور التسعة الأولى من السنة الماضية 2021-2022 بنسبة 1.1% على أساس سنوي إلى أن وصلت إلى 23.6 مليار دولار. ما زلنا مع المركزي المصري الذي أعلن الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر. تأتي تلك الخطوات ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، والتي ينص المبدأ الرابع منها على إدارة مخاطر تغيير المناخ، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ. تابع وزير الطيران المدني محمد منار خلال جولة تفقدية بمطار سفينكس أعمال التطوير والإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمطار وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 1.2 مليون راكب سنويا. تشمل الأعمال توسيعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب في الساعة، ولتبلغ طاقته الإجمالية نحو 1,200,000 راكب سنويا. نهاية الاقتصاد، شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، وعودة إليك شهاب. شكرا حنان. أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الإفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمي. وأشاد التراس خلال زيارة وفد الإعلاميين الأفارقة لمقر الهيئة بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في تعزيز أواصر التعاون بهدف تحقيق الرخاء لكافة شعوب القارة. بحوار مفتوح مع 28 دولة إفريقية ومن داخل قلعة مصر الصناعية، بدأت زيارة الوفد الإعلامي الإفريقي للهيئة العربية للتصنيع، حيث أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة. وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك بقوة في عدد من المشروعات التنموية بالقارة السمراء، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي والإفريقي في مجالات عدة. احنا باعتبار الهيئة العربية للتصنيع دائما بنقول إن احنا الظهير الصناعي للدولة اللي بنسعى لتنفيذه ونسارع لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس وتوجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بالدول الأفريقية. وهم في الحقيقة من الحوارات احنا زرنا اكتر من وفد على فترات كتير، في النهاية كلنا بنشعر ان هم بيتمنوا ان مصر ترجع تاني لافريقيا. واشاد الوفد الافريقي بامكانيات الهيئة ومشروعاتها العملاقة في العديد من المجالات، منها الطاقة والكهرباء والامن الغذائي والالكترونيات وغيرها. مصر معروفة يعني هي دائما وليست مجاملة، يعني متطورة في عدة مجالات، ولكن بالذات في مجال الانتاج والتصنيع فحاجة مذهلة.
بالنسبة لي، لأن أول مرة أكتشف إنه هذه الهيئة بهذا الكم كما ذكره اللواء رئيس مجلس الإدارة. وبالتالي يعني شيء يعني فخر لإفريقيا حقيقة، يعني ليس فقط لمصر، لإفريقيا. قدرة الهيئة على الصناعة في حوالي 16 مصانع أو 16 مجالات مختلفة التي تتعلق خاصة في مجال الإلكترونية وفي مجال المستلزمات الطبية وفي مجال الطاقة المتجددة، وهذا الأمر يعتبر أهمية بالنسبة لنا للأفارقة باعتبار أن من المشاكل التي تواجهنا في الدول الإفريقية. وأعرب وفد الإعلاميين الأفارقة خلال تفقد منتجات الهيئة عن تقديرهم لمجهودات العربية للتصنيع ومشروعاتها التنموية بالقارة الإفريقية، فضلا عن جودة منتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية. إذن هي زيارة جاءت لتترجم حرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في مجالات عدة باعتبارها إحدى القلاع الصناعية في مصر. من الهيئة العربية للتصنيع، محمد الخطيب، النيل. مشاهدينا الكرام، نتحول من جديد إلى حنان الخولي ونتابع أهم وآخر الأخبار الرياضية. إليك حنان. لك حنان، شيعت اليوم جنازة الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر من أمام مقر مؤسسة الأهرام في جنازة رمزية متجهة إلى مسجد عمر مكرم. كان منتصر الذي يعد قامة من قامات الصحافة العربية قد توفي أمس عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض، ويعد الفقيد أحد رموز مؤسسة الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ الصحافة. رحم الله الفقيد. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شرم الشيخ. موسكو تعلن التوصل إلى هدنة في أزوفستال لإجلاء الجرحى الأوكرانيين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.